طيب بابكر حسن، مدير إدارة التسويق والمبيعات بالشركة السودانية للخدمات البريدية. بداية شاكرين لكم جدا تلفزيون إس 24 لمشاركتكم معنا الاحتفال باليوم العالمي للبريد. حقيقة درج العالم كله أو الدول الأعضاء في اتحاد البريد العالمي للاحتفال بهذا اليوم في 9 أكتوبر من كل عام، بحيث أنه كل البرود العالمية بتكون عندها احتفالية خاصة بهذا اليوم. سودا بوست بريد السودان عبر خدماته المتنوعة من الخدمات البريدية والخدمات البريدية المالية بتقدم باقات مختلفة تلبي كل الرغبات واحتياجات المواطن السوداني. الاحتفال بهذا اليوم يأتي حاملا شعار الابتكار والاندماج والشعر. يمكن دي كلها أدت لأنه لازم يكون في ابتكار لخدمات جديدة مقدمة للمواطن السوداني. كل الشركات البريدية الخاصة والمشغل العمومي سودا بوست ابتكرت أشياء جديدة تلبي رغبات واحتياجات المواطن السوداني. هذا العام أطلقنا بداية التحول لبرامج الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، بحيث أن المواطن السوداني يقدر يواكب التطور التقني المالي الكبير في هذا المجال. دكتور يحيى عبد الله محمد، مدير عام جهاز تنظيم الاتصالات والبريد. احنا اليوم بنحتفل باليوم العالمي للبريد مع العالم كله، العالم كله بيحتفل باليوم العالمي للبريد، ويمكن احنا الاحتفال هذا العام له مذاق خاص بعد اجازه قانون تنظيم الاتصالات والبريد الذي خول الجهاز تنظيم الاتصالات والبريد ان ينظم قطاع البريد، بل حتى اسم الجهاز اصبح جهاز تنظيم الاتصالات والبريد بدلا عن الهيئه القوميه للاتصالات. يجي احتفال هذا العام في محاور تشمل الابتكار والاندماج، والابتكار في مجال تقديم الخدمات الالكترونيه عموما، باعتبار البريد هو الوسيلة المعتمدة والآمنة لتوصيل المنتج النهائي سواء لخدمات الحكومة الإلكترونية أو للتجارة الإلكترونية. احتفال اليوم بيشمل معرض كما نحن الآن في يعني دهاليز المعرض تقدمه شركات البريد المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة في الداخل نستشرق فيها آفاق العمل المستقبلي في خلال العام القادم لتقديم خدمات البريد للحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية. يمكن السمة العامة للاحتفال أنه نلفت نظر الشركاء المختلفين أن يستصحبوا معهم البريد في خلال الفترة القادمة في توصيل منتجاتهم النهائية سواء كانت جهات حكومية أو جهات خاصة، ونتحدث مع شركات البريد أن تضع في خططها للعام القادم ومقبل هذا العام ومتبقي هذا العام إن شاء الله تضع فيها دور واضح لشركات البريد في توصيل المنتجات النهائية، توسيع لرقعة تغطية شركات البريد للخدمات في السودان إن شاء الله.